مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. وانا اليوم بصيرني كثير استضيف ماري تراز مرهج سيف. هي مهندسه معماريه ناشطه في المجال البيئي، رئيسه جمعيه انسان للبيئه والتنميه، ممثلة المجتمع المدني في الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، ناشطة بيئية وبالتالي نائبة رئيس التجمع اللبناني للبيئة ونائبة رئيس طبعاً كمان حزب الخضر اللبناني. أهلا وسهلا فيك. أنا بحب أقول شغلي، لما تعرفت على مدام ماري تراز خبرتني أنه هي نص السنة بلبنان ونص السنة بين أمريكا وبين المجتمع الدولي يلي ما بتترك مؤتمر ما بتمثل فيه لبنان أو من خلال طبعاً محبتها للبيئة. فأنا أنت مثال اللبنانية المنتشرة في العالم يلي بعدك معلقة بلبنان ويلي كتير مهم اليوم تركة أشغالك حتى تعطي من خبرتك من هالمسؤوليات التطوعية كلها للبنان، إضافة لاستشارات كمان لمعالي وزير البيئة فادي جريصاتي اللي أنا كمان بحيي. حبيت اليوم تكوني ضيفتنا لنحكي شوي بالبيئة بشكل عام، ولكن بشكل خاص بعد ما وجه وزير البيئة فادي جريصاتي كتاب إلى نقابة أصحاب السوبر ماركت بلبنان، طلب فيهم تعميم على كل السوبر ماركت ضروري توفير الأكياس القابلة لإعادة الاستعمال خلال فترة ما بتتعدى 3 أشهر وتشجيع الناس عليها. وحضرتك من الناس يلي وين بتكنتي بالعالم بتشجعي، ومثل ما شفت جايبي معنا شيء بدك تفرجينا اياه. انا بدي اقول لك اول ناس اللي عرفتهم يمكن يكونوا اكثر هي بيت مري، ما نطرت 3 أشهر بلشت هلا. فاهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك ست ريبيكا، وانا بشكرك وبشكر هالاستضافه ببرنامج الحل عنا، وبحيي جميع المشاهدين ام تي في عبر شاشتك. شكرا لك. طبعا لما بيكون في تعميم عم نوجه لعدم استعمال البلاستيك، نستبدلها باكياس ورق يمكن او غيره، هلا بنحكي شو، لانه هناك اثر للبلاستيك. يا ريت هيك بنعطي الراي العام اللبناني، ليه عم نخفف من استعمال البلاستيك؟ انا خليني بلش بموضوع من 2017. نعم. الامم المتحده اعلنت انه على بروجرام اسمه كلين سيز، بحار نظيفه. والسبب هو انه لقوا انه في هلا لل 2050 رح يصير في بلاستيك بالبحر اكثر ما يصير في سمك. وبلبنان امبارح شفت الحمله وشفت تاني نهار شو صار للاسف. ومن هون بلشت اطلقت هيدي الحمله، لانه شافت مخاطر البلاستيك قديشيه كثيره. نعم. مخاطرها على الصحه، على البيئه، على الانسان، على التلوث، تلوث الهواء، تلوث المي، تلوث بكافه نواحي. مثل ما بتعرفي نحن لبنان ضمن مجموعه كامله من دول الامم المتحده مضيت اتفاقيه اسمها اتفاقيه بحار نظيفه الكلين سيز. هيدي الاتفاقيه بتلزم كل الناس انه تخفف من كل شيء اسمه نفايات وبلاستيك بالاخص، لانه اكثر شيء عم نشوفه بحياتنا وبنفاياتنا هي البلاستيك. البلاستيك اللي هي غير قابله للتحلل، بدك 500 سنه كيس البلاستيك لحتى يتحلل. القنينة المي بدها 500-600 سنة لتتحلل. بينما إذا استعملناها قابلة للبيوديجرادابل أو قابلة للتحلل أو لغيناها من حياتنا أو خففناها من حياتنا، من الضروري كتير بتساهم ببيئة سليمة أكثر، بتوفير أكثر، وبالتالي من الأمراض أقل. صحيح. نحن مثل ما عم بتشوفي نحن عنا مشكلة بلبنان، إنه بكل ضيعة بزاوية من الزوايا عم بيحرقوا النفايات. وهالنفايات 3/4 هي مثل ما قلنا كيس بلاستيك. من هون بتشوفي انه المخاطر تبعولها كثير قوية، على هي بتنتج هواء، الديوكسين اللي بينتج منها، الفلورين اللي بيطلع منها، الهواء اللي بيطلع يلي هو ما بتشوفيه، هو عم بفوت على الرويه تبعولنا وعم بياثر علينا، وبتلاقي انه صار في نسبه كانسر بلبنان كثير قويه. حتى تجمع الاكياس عم بيصدوا مجاري انهر، مجاري مياه، البحر، الكهرباء، يعني في كثير من الامور. اليوم اكيد معالي وزير البيئه طلب توفير اكياس قابله لاعاده الاستعمال.
الاستعمال، ولكن لما أطلق هذا التعميم وجهه لنقابة السوبر ماركت، يمكن لأنه أكثر مكان يستعمل فيه لتوجيه الزبائن وحتى هن يكونوا، ولكن ما بتتطلب آلية كيفية التعامل مع هذا التعميم. عاطي مهلة 3 أشهر هو معالي. أنا بدي وجه تحية لمعالي الوزير من هون، لأنه أنا تعرفت عليه شخصياً. نعم. هو وزير نشيط جداً وعنده رؤية، ونتأمل نحن كبيئيين أنه يوصل لخواتم سعيدة نحن وياه. نعم. هيدي الحملة بلش فيها من وقت ما مضى اتفاقية بحار نظيفة. نعم. وبلش فيها بضمن أكيد ضمن هو مستشاري عاملين استراتيجية كاملة لتخفيف النفايات، تخفيف النفايات من المصدر. هل هل هالآلية بدها عدة مراحل. مثل ما بتعرفي أنا اليوم هلأ إذا كنت موجودة مع حضرتك، والإعلام هو أساس بأي موضوع عم بينحكى، لأنه ما بقى في حدا إلا عنده تليفون، ما بقى في حدا إلا على السوشيال ميديا، ما بقى في حدا إلا بيسمع تلفزيون، بيسمع أخبار، بيسمع إذاعة. مفروض نطلق صرخة نحن كبيئيين وكإعلام مخاطر كيس النايلون. بتبلشي بتشرحي، بتسقف الناس، بتسقف الطلاب عبر وزارة التربية، بتسقف الناس عبر وزارة الصحة على مخاطر كيس النايلون. شو بيسبب كيس النايلون؟ إذا حطيتي الأكل بكيس نايلون شو بيصير فيه؟ أول مرحلة هي التسقيف، تاني مرحلة بتعطي بدائل. معالي الوزير هون عطى 3 أشهر لإيجاد البدائل. إيجاد البدائل هون بدك تدخلي المصانع، بدك تدخلي وزارة الصناعة، بدك تدخلي المصانع، لأنه البدائل منين بدها تجي؟ بدها تجي من المصانع. وإذا ما في حوافز لهالمصانع، لأنه كيس البيوديجرادابل هو أغلى من كيس العادي. برأيك مدام ماري تيريز 3 أشهر كافية؟ هي صرخة وضروري نبلش فيها. ضروري نبلش فيها. طيب إذا بعرف إنه جايبتي لنا معنا بدائل، بتفرجينا إياهم؟ أكيد بورجيك. يعني لما فرجينا إياهم بليز، يلا تترفعيهم يعني وتخبرينا عنهم. وأكيد يعني لأنه برا بتصور إنه يستعملوا بشكل تلقائي، ما هيك؟ خليني أقول لك شغلة. يلا. أنا كنت بنيروبي بكينيا. أي. كينيا بلد أفريقي وبيعتبروه بلد فقير كتير. كينيا بلشت تحد من كيس النايلون وبلشت تستعمل كيس بايوديجرادابل. يعني هيدا بيبين مثل البلاستيك أو النايلون بس هو ديجرادابل، بس رقيق كتير وفي بقلبه. أنت مثل ما بتعرف إنه هيدا الكيس هو كيس النايلون العادي، بينعمل من النفط. فرجينا إياه على الكاميرا يشوفوه. اوكي. بس بدنا نبين انه هو قديش رقيق يعني كمان، بس ما بينخزق يعني. لا ما بينخزق. ما بينخزق. هيدا الكيس هو الكيس العادي، بينعمل من النفط. نعم. يضاف اليه D2W بصير كيس بايوديجرادابل. ممكن نعمله بلبنان؟ اكيد ممكن نعمله. ما بعرف كيف الآلية، اكيد مع وزارة الصناعة والصناعيين كيف بيقدروا يشتغلوا وبنقدر بطريقة كتير صغيرة. إذا عم بتشوفوني لك قدي صار الكيس، وما بياخد لا مطرح ولا وقت، لا بالجزدان ولا واحد. خليني خبرك إنه أنا ما بروح على بروح على لندن على أوروبا. ما في هونيك بدك تشتري الكيس، بيسألوك بدك كيس، تدفع حقه 22 سنت بإنجلترا وبإيرلندا بالدول الأوروبية. إذا أنا بأخذ هيدا كيسي بجزداني، ما بياخد شي معي، بحطه بجزداني. بأمريكا بأخذ معي هيدا الكيس الأكبر شوي، لأنه بسوق سيارة، بينما أوروبا ما بسوق سيارة. هيدا الكيس مثل ما شايفين Earth Day، بيستوعب يوم الأرض قد ما بدكن سميك. وهيدا بضل شكله معنا حلو. شكله وشكله حلو سينك جرين. وبنفس الوقت فيك تستعمليه 1000 مرة 2000 مرة. وهون الناس لازم تعرف من هلا ورايح تبلش كمان لما بينطوى كمان ما بياخد محل ابدا. ما بقى ياخد شيء مثل هيدا. ضبيناه بالجزدان. ولا عظيم ولا نحن عندنا بريك ومن بعده بنرجع بنكمل. اوكي. We'll be right back.
مدام ماري تيريز مرهج سيف، يمكن فرجينا كيسين بس كمان كيس الورق مهم، يعني كيس الورق كمان ممكن استعماله لأنه كمان يعاد تدوير الورق وهيدي شغلة أساسية كمان. ومش بلبنان عنا صناعة، أنا بوجه للصناعيين اللبنانيين أكيد تحية كتير كبيرة، وأنا بعرف أنه عندهم كل القدرة والطاقات أنه ينتجوا من هالأكياس هيدي وتكون على الطريقة اللبنانية كمان، ليش لا؟ كيف بدنا نحفز أنا يعني أنا تحفيز بحيي المواطن وتحفيز الشركات وتحفيز السوبر ماركت؟ أنا بحيي نقيب الصناعيين جميل من هون من عندك، بس أنا خوفي كيس الورق بيستعمل من الشجر. أي وأنا ما بدي أقطع شجر. أي بس من إذا هون أكيد إذا الورق جمعناه من المدارس، يعني إذا الورق يلي عملناه إعادة تدوير إعادة تدوير عم بحكي وإعادة استعماله بيكون كتير منيح. نحن عم نحكي إعادة تدوير أكيد أكيد، وهيدي يعني حل للنفايات بلبنان، حل من الحلول. هو عندك ثلاث حلول، نحن مفروض لبنان مفروض هالمواطن يعرف إنه أول شيء بده يلغي كيس النايلون، ثاني شيء في بديل لكيس النايلون، في طريقتين لهالبديل. نعم، أو كيس النايلون بيندفع عليه مبلغ لما بدك تشتري غراضك، بتدفع عليه على الكاس مبلغ معين، وهون الدولة ما ضروري تراقب لأنه ما بقى في كيس منه بيتحلل وما نعم. بقى في كيس منه ديجراد نعم. يعني حكما الدولة مش بحاجة إنها تحط شرطة بقية جديدة لحتى تراقب إذا في سوبر ماركت عم بيعطي كيس نايلون أو لا. على كل حال صار معنا على الخط نائب سوبر ماركت بلبنان دكتور نبيل فهد، وكمان هو نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان. دكتور نبيل يعطيك العافية. الله يعافيك. طبعا وصل لك تعميم أو كتاب اللي وجهه وزير البيئة كنقيب للسوبر ماركت في لبنان لتوفير أكياس قابلة لإعادة الاستعمال بمهلة 3 أشهر. يمكن نعم. في سوبر ماركت كانت معتمدتها قبل دكتور، ويمكن هلأ شو رح تعملوا؟ نحن أول شيء عملناه هو أنه وجهنا الكتاب يلي بعته وزير البيئة ل أعضاء النائبة، نعم، وطلبنا منهم أن يلتزموا فيه يعني لهالكتاب هيدا. نعم. ومثل ما قلت في عدد كثير كبير أصلا من السوبر ماركت هي عم بتوفر، يمكن مش عم تلزم الزباين كانت، لكن عم بتوفر بديل لأكياس النايلون يلي بحب. فبفتكر بهلا بعد تعميم جديد رح نصير نلغي وجود أكياس النايلون يعني تدريجيا بالكامل، يعني لانه ما فينا نخلي يعني هالمواد هيدي تكون موجوده بما انه رح تكون شيء ضد غير قانوني. يعني من الطبيعي انه ننتقل لاكياس الريسايكلبل او اكياس القماش. دكتور بلشتوا تتواصلوا مع جمعيه الصناعيين لنصنع هالاكياس هيدي، هل لبنان قادر؟ يعني اكيد كونك كمان بغرفه بيروت وجبل لبنان اكيد مطلع، مش ناطر هذا التعميم، بعرف قديش بتتابع يعني كل المواضيع اللي بتهم البيئه والصناعه وغيره. ايه بس ما فهمت شو يعني اليوم اللي قادر لبنان ينتج هذه الاكياس ايه في لبنان؟ ايه اكيد، ما هي موجوده بالاسواق وعم تنباع يعني. نعم. نحن مثلا عندنا خمس سنين عم نبيعها، بس يمكن صار بدها سعر تشجيعي لانه صارت كل الناس بدها تستعملها. ايه ما هلا هو يعني وقت بصير في طلب عليها في عده معامل تقدر تنتجها، يعني بفتكر المنافسه كفيله انه تنزل لها سعرها ويصير في يعني بتعرف منافسه بين المنتجين حتى يبيعوا الانتاج تبعهم. فنحن ما عندنا مشكله من الناحيه، يعني وما عندي يعني قلق انه ما يكون ولا الكم، يعني رح تكون الكميه متوفره ورح يكون سعرها كمان مناسب للمستهلك. حتى نقول للناس يستعملوها عده مرات، يعني اذا اشتروها مره مش معناتها كل ما اجوا على السوبر ماركت بده يكون عندهم هالكيس. هيدي الاسئله المهمه فيها. هي الفكره الاساسيه. نعم. انه في اعاده استعمال، وكل ما كان يعني بتعرفي السماكه تبع الكيس كثير اكثر، كل ما كان قدرة استعماله يعني بتمتد لسنين مش بس. نعم. لأشهر. دكتور نبيل، يعني اليوم في مثل ما قلت في سوبر ماركت بلشت، أنا ببيت مري عرفت أنه بلشوا، وإن شاء الله بتتعمم قريبا، يعني متوقع أنه من هلأ 3 أشهر تكون كل السوبر ماركت بلبنان اعتمدت هذا الكتاب.
ايه يعني هذا اللي نتامله، واكيد هلا بده يضل في شويه ثغرات او فجوات، لكن بده يصير في يتم معالجتها، واكيد يعني الحملات الاعلاميه يلي بتوعي المستهلك ويلي كمان بتوعي اصحاب المحلات. برايك رح يكون في رسم على اللي ما رح يكون في رسم على يلي ما بيتايد بهذا التعميم او رسم على كيس النايلون؟ او رسم على كيس النايلون يعني هو الرسم على كيس النايلون اكيد بحد من استهلاكه. هلا ما مش لعلمي انه رح يكون في مثل يعني ضبط قصدك اذا بدك او كمان ما يعملوا لنا اياها بكره بدنا كمان رسم على كيس السوبر ماركت يعني هذه بالسنه بالموازنه ما رح تقطع يعني بطلان على اللي صار برا بلدان اوروبا وبامريكا. نعم. انه وقت بينوضع رسم على الاكياس نعم بصير سعرها مرتفع وبصير السوبر ماركت ما تقدمها ببلاش يعني مجانا بس بدهم يدفعوا حق المستهلكين. نعم. فهذا يعني طبيعيا انه يخف استهلاكها ويتوجهوا للكيس يعني اللي مالتي يوز. نعم. مش للاستعمال مره واحده. صحيح. مثل ما بتعرفي يعني اكياس السوبر ماركت كثير كثير عدد كثير كبير من الناس بتستعملها كاكياس نفايات. نفايات مظبوط يعني مظبوط. بياخذوها وبيرجعوا بيستعملوها اكياس نفايات. صحيح. يعني اذا خففنا من هون يمكن نزيد من هالميل كمان يعني 100% لاكياس النفايات. صحيح. نحن كنا اعتمدنا طريقه كثير مفيده وهي استعمال ماده بتقلل كيس النايلون بتخليها تصير بايوديجريدبل بسرعه اكثر. نعم. على كل حال بفتكر هيدي وحده من الاشياء اللي يعني كثير مفيده للبيئه. نعم. دكتور نبيل يعني مش حيكون هذا اللقاء الاول والاخير لانه اكيد نحن لانين فتنا بسيستم جديد طبعا بدنا نضوي عليه اكثر، بده ثقافه اكثر للناس وبده يعني متابعه. نحن حاضرين ان شاء الله هيك بنستضيفك بالاستوديو وبنحكي مفصلا. شكرا لك دكتور نبيل. شكرا فهد. يعطيك العافيه. شكرا. حتى نختم معك انت مدام ماري تيريز مرهج سيف، في استعداد مع انه نحن نوعيه الناس اللي بتشتري مش مثل برا، برا يمكن بيشتروا بالحبه نحن بنشتري بالكميه. برايك قابله يعني هذا الكيس اللي حكينا عنه انه يحمل كميه معينه؟ انا برايي بفضل. نعم. لانه اذا غيرنا من كيس عادي لكيس ديجرادابل وبقيت الناس تشتري وتعبي كل غرض بكيس ما عملنا شيء. انت كيف بتعبي هذا الكيس الكبير يلي شفته؟ كيف بتعبيه؟ كيف الطريقه؟ لانه مريض ناخذ خضره انا بشتري الخضره وبحطهم فيه. نعم. باي غرض بشتريه بحطه فيه، ما بعود بعد له كيس نايلون ثاني، يعني ما بستعمل كيس الديجرادابل حتى. نعم. نحن مفروض يكون في عنا اليه للتخفيف من كيس النايلون، نايلون. مش بس التغيير، التغيير والتخفيف، ونسقف الناس شو مخاطر كيس النايلون. نايلون. وشو مخاطر انك تستعملي البلاستيك؟ هلا حكينا بالمخاطر بس بدنا نحكي اليوم انه كمان ثقافه انه نشتري طازه دائما، مش بالضروره نشتري بكميات كبيره. ما ضروري ناخذ اكثر من حاجتنا، يعني انا ما ضروري اشتري صندوق او كب نصها، اذا انا بقدر استغل او استعمل نص صندوقه. يعني نحن اللبناني نمط حياته غير نمط حياه برا، نوعيه اكلنا تختلف عن الخارج وعن بده يحاول يغير نمط حياته. بده يخفف. هي ثقافة جديدة. ثقافة جديدة بده يتعود عليها. هي بلبنان جديدة، بنا بالخارج منا جديدة أبدا، صارت بصلب العمل اليومي يعني. بتعرفي نحن كل سنة بالكامبين تبعولنا السنة الماضية كان عندنا كامبين اسمها بريك فري فروم بلاستيك، تخفيف من استعمال البلاستيك بحياته الواحد. نعم. مش بس كيس النايلون، كمان أضفنا له قنينة البلاستيك اللي هي مخاطرها كثير كثير مش شوي. لما بتتعرض للشمس. لما بتتعرض للشمس وبعدين كميات هالبلاستيك اللي عم ننتجها وعم نكبها استبدالها بالازاز، لانه الازاز اول شيء ريسيكلابل يعني يتدور، وثاني شيء بيتنظف كمان. بالجامعات فيهم يستعملوا الجورد، الطلاب يستعملوا الجورد. حتى الكاب تبعولي القهوه فيك تستعملي الكاب العادي، وموضوع الشاليمون يلي هو كمان كثير بلبنان بشكل مش طبيعي وبكل العالم، بس كل العالم صاروا خففوا موضوع الشاليمون، وقفوا الشاليمون اللي هو من البلاستيك، صاروا بيستعملوه او من الومنيوم او من ازاز بتحطيه بجزدانك، بتروحي على ريستوران بتطلعيها من جزدانك وبتستعمليها اذا ما بدك تاخديها،
تدفعي حقها. يعني أنا بدي أشكر كثير حضورك معنا اليوم وكل هالمعلومات القيمة. وإن شاء الله يكونوا استفيدوا المشاهدين بلبنان، وبالوقت ذاته بنكون كلنا عم نساهم بالتخفيف من التلوث، بالتخفيف من الأمراض، وبالتالي بنكون نحن كمان لبنان دخل بعالم أكيد البدائل المفيدة للبيئة ولحياتنا اليومية. شكرا لك مدام تيريز سيف، يعطيك العافية، نشاط كبير يعني، بلكي بعد نقدر نستفيد بوجودك بلبنان. أكيد بشكر دكتور نبيل فهد وكل المشاهدين يلي تابعونا، بعطيكم موعد دايما مع الام تي في الحل عنا. إلى اللقاء.